مرحبا من جديد. الخلاف الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة يشهد بوادر انفراج ملحوظة. اليوم كان من المقرر أن نشهد توقيع الاتفاق النهائي بين القوتين العسكريتين بما يضمن إنهاء الأزمة السياسية، إلا أن خلافات الطرفين أجلت ذلك. ناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية والتي كان من المأمول أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي خلال اليوم، ووقفت الأطراف على النقطة الوحيدة حقيقة الرئيسية المتبقية، وهي نقطة متعلقة بقضايا فنية في مسألة الإصلاح الأمني والعسكري. وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم اتفق الجانبان على تأجيل الاتفاق لخمسة أيام على أن يستغل الفرقاء الأيام الخمسة هذه لحل القضايا الخلافية التي تقف حائلا أمام توقيع الاتفاق قبل أن تجتمع الأطراف كافة يوم السادس من الشهر الجاري للجلوس على طاولة الحوار وإبرام الاتفاق الذي سيمهد لمستقبل العملية السياسية في السودان. قررت الأطراف الحاضرة بالإجماع العسكرية والمدنية أن تكثف من جهدها لحل هذه القضايا الفنية العالقة خلال الفترة من الليلة وحتى يوم السادس من أبريل، وأن تعمل غاية جهدها لتكمل الاتفاق حول هذه النقطة المتبقية قبل السادس من أبريل، وإذا اكتملت يتم التوقيع خلال يوم السادس من أبريل. هذا هو القرار الذي اتخذ بالإجماع. الطرفان أكدا سعيهما الحثيث لرأب الصدع القائم في أكبر مؤسستين أمنيتين في البلاد، إلا أن العملية السياسية تشوبها تباينات واضحة في الرؤى لمستقبل الجيش السوداني، حيث يرى البرهان أن رتب قوة الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، وهو ما يرفضه محمد دجلو باعتبارها خطوة تهدف إلى تقليص صلاحيات فريقه العسكري. في المقابل يشترط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة. كل ذلك يحدث بينما يبقى المواطن السوداني في انتظار الوصول إلى حل توافقي يساعد في الشروع بتنفيذ الاتفاق الإطاري وإنشاء سلطة انتقالية للعودة إلى المسار الديمقراطي للبلاد. ينضم إلينا ضيفانا من الخرطوم صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة القومي والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من بورت سودان، عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة. إذن نبدأ من رئيس حزب الأمة السيد صديق الصادق. يعني الخلافات البينية اليوم في السلطة العسكرية، هل تخلص بنا إلى أن هذا الاتفاق غير قوي كفاية لينجز، خاصة أننا نسمع كل مرة عن تأجيله أو عدم إنجازه؟ شكرا أستاذتي العزيزة. للتصحيح فقط، أنا مساعد رئيس حزب الأمة ولست رئيس حزب الأمة. أهلا وسهلا بك، عذرا على الخطأ. الاتفاق بين الأطراف والمكونات السودانية المختلفة قطع شوطا كبيرا. الآن أنجزت قضايا كثيرة كانت محل خلاف بين الأطراف والمكونات المختلفة، ابتداء بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، ومن ثم كذلك مجموعات العمل الأربع من الخمسة اتفق تماما على توصياتها واتفق على مخرجاتها، وهي قضايا مهمة جدا جدا لعبور الدولة السودانية من حالة التشوه الحالية لتعبر لوضع فيه دولة مؤسسية مدنية حديثة. اتفق على تفكيك التمكين، واتفق على مراجعة اتفاقية سلام جوبا، اتفق كذلك على ترتيبات العدالة والعدالة الانتقالية، واتفق كذلك على قضية شرق السودان. هذه قضايا محورية جوهرية مهمة جدا لاستقرار البلاد. وكذلك حتى القضية الخامسة، محور الخلاف الآن، اتفق على الأسس المرجعية لتوحيد القوات التي تحمل السلاح وتحديث الجيش السوداني وإنشاء توحيد القوات كلها ليكون عندنا في النهاية جيش مهني قومي احترافي واحد. اتفق على كل هذا
ولكن تبقت قضايا فنية في ترتيبات الدمج والمراحل والأزمنة، لكنك تحدثت عن وهذه هي الكثير من التي المواضيع تحدث في عديد هنا. من الأقاليم، لدينا من يحدثنا عنها أيضا ويحق له الرد. يعني سيد عبد الله، نظارات البجا ستسقط أي حكومة، وهذا تهديد يبدو في هذه اللهجة. هل سيحدث هذا الأمر؟ يعني الآن جنوب النيل بشكل عام، الولايات الجنوبية، يتم الحديث إنه في مخاوف من إعادة هذا السيناريو، إغلاق الشوارع، إغلاق الممرات إلى آخره. شكرا جزيلا أختي الفاضلة، والتحية لضيفك الكريم. حقيقة بدءا كما ذكر الأخ صديق، يمكن برنامج الاتفاق الإطاري قطع شوط كبير جدا في الفترة الماضية، مع وجود نفس الإشكاليات السابقة التي كانت سبب رئيسي في تباين الآراء و اسقاط الحكومه السابقه عبد الله حمدوك الى اخره. لكن يعني ذهب الاتفاق الاطاري، وحقيقه يعني حتى اليوم كان هناك اقلاق من قبل المجلس الاعلى لوزاره التربيه والعمليات المستقله بقياده السيد الناظر تيريك، كرؤيه يراها السيد الناظر بانه يعني هناك تم تغافل لقضيه شرق السودان، بينما يعني نرى نحن في المجلس الاعلى بقياده إبراهيم أدروب لأن هذه المرحلة تحتاج إلى تعني لما ستفضي له الأيام القادمة حتى نستطيع معالجة قضية شرق السودان بعد تشكيل الحكومة المقبلة، كما وعدنا جماهير شعبنا عند رفع الترس الذي تجاوز 48 يوما. لهذا الأساس نحن نعتقد ربما يرى سيد عبد الإخوة الله، في سيد عبد قيادة الله، نعم، موقع على الاتفاق الإطاري، نحن نسمع الأخبار بشكل دائم. يعني يعني وقع هناك على الاتفاق إغلاق الإطاري للشوارع يرون أنهم والممرات سيد عبد الله، وحالة عدم استقرار وتهديدات، وحتى حديث في وسائل الإعلام عن إعلان، يعني تجهيز حديث حقيقي عن فترة انتقالية، وكأنكم غير راضين تماما عما يحدث. بالتأكيد أختي الفاضلة ربما رأت مجموعة من المجلس الأعلى بأن ما يجري في الساحة تجاوز لقضية شرق السودان بشكل كامل، بينما نرى نحن أيضا الطرف الآخر من المجلس أهمية يعني الرؤية لحين تشكيل حكومة. لكن في نفس الوقت نحن نتحدث بأن من وقعوا على الاتفاق الإطاري ما زالوا مصرين على تجاوز قضية شرق السودان بشكل نقاش جاد. حتى الآن ما تم من النقاش لقضية شرق السودان لم تتجاوز النقاش الذي تم في الورش إلى آخره، ولم نرى حتى الآن قرارات واضحة لحل قضية شرق السودان. لهذا الأساس ربما يعني السيد الناظر ومجموعة من المجلس الأعلى رأت أهمية التركيز والاعتصام إلى آخره. لهذا الأساس نحن نعتقد بأن هناك قضايا ما زالت عالقة تحتاج لقرارات عاجلة حتى لا تتكرر نفس الأزمة التي كانت سبب رئيسي في إسقاط الحكومة السابقة. طيب أستاذ صديق، يعني الخلافات المعلنة دائما يعني يتم اقتصارها على الخلاف بين المكونين العسكريين، هذا المعلن. ماذا عن الخلافات السياسية الحقيقية؟ يعني ما هي المعوقات اليوم لإنجاز اتفاق نهائي سياسي جامع؟ الحقيقة يعني التصور عملية الانتقال انه تتم بتوافق بصفة 100% بين كل المكونات السودانية الفاعلة في الساحة السياسية والمهنية والمدنية والقبلية والعسكرية والحركات المسلحة، يعني تصور ان يتم اتفاق بصفة كاملة بإجماع مطلق كل الناس يتفقون، هذا لكن نوع سيد من صديق، يعني مؤتمر يعني البيجا، العدل والتحرير، الحزب الشيوعي، حزب البعث، كيانات مهمة يعني تعارض الاتفاق. نعم، هناك من جهات تعارض الاتفاق. هناك أستاذتنا ثلاثة تيارات سياسية في البلاد، في أطروحة الحزب الشيوعي وحلفائه يطرحون الحل الجذري، وهؤلاء يعني نحن الى حد كبير نتفق مع الرؤيه
لأنها منطلقة من مشروع الثورة وتحقيق أهداف الثورة والمشروع المدني والتحول المدني الديمقراطي، ولكن نختلف نتباين معه في الآلية. نحن لدينا آلية بالحوار المباشر، وتمت يعني ببرنامج واضح لتحقيق أهداف الثورة. هناك كتلة أخرى تحمل مشروع آخر، يعني الكتلة الديمقراطية وحلفائها يحملون مشروع الشراكة مع العسكريين، وهؤلاء يعني يريدون تكرار تجربة الشراكة، وهم ليسوا مع التحول ولا السلطة المدنية التي يعني ندعو لها ويدعو لها دستور تسييرية نقابة المحامين، والذي تأسس عليه الاتفاق الإطاري والمرجعية الدستورية التي توافقت عليها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من مكونات سياسية ومدنية ومهنية وحركات مسلحة، وانضم لهم في الاتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأصبحت هذه القوى الآن التي يعني تقود العملية السياسية عبر الاتفاق الإطاري، وانضم لهم كذلك ما نسميهم شركاء الانتقال. إذا هناك أطروحات أخرى، وهذا طبيعي، لا يتحقق إجماع بشيء، ولكن نحن نعتقد القيمة والميزة التي يحملها الاتفاق الإطاري أنه يعبر عن مشروع الثورة، والمشروع مشروعين المشروع الشمولية فشل، المشروع الانقلابي فشل ووصل إلى طريق مسدود وأوصل البلاد إلى حافة الانهيار. ولذلك تكرار تجربة الشراكة وشرعنة الحكم الانقلابي القائم الذي تدعو له عدد من الحركات المسلحة وعدد من حلفائهم، هذا فشل طيب استاذ عبد يعني الله، من نعم استاذ عبد الله، هل الشراكة مع المكون الانقلابي، فاشل. نعم الشراكة مع المكون الانقلابي منطقية؟ الفاضلة أبدا، في نحن لا المجلس ندعو الأعلى للشراكة مع للدولة المكون الانقلابي، المستقلة. نحن توصلنا لاتفاق مع السلطة الانقلابية القائمة نعم لتحويل وصلت السلطة فكرتك، لحكم مدني، وصلت حكم مدني فكرتك كامل أستاذ عنده صديق، معالم نعم واضحة جدا موجودة في الاتفاق نعم الإطاري ومشروع الاتفاق النهائي الذي يعني تعطل توقيعه بالإشكالات التي حدثت في الورشة الأخيرة، ورشة الإصلاح طيب القطاع الأمني والعسكري. وبالتالي خلينا نسمع نحن نتحدث صوت عن مشروع الأستاذ عبد مدني. الله لأنه له الحق بالرد، تفضل أستاذ عبد الله. شكرا أختي الفاضلة، دعني أصحح معلومة ربما يعني تحتاج لتصحيح للأخ صديق، وهي المتعلقة برؤية الاتفاق الإيطالي. نحن في المجلس الأعلى بقيادة الهيئة القيادية للمجلس لسنا جزءا من تحالف الكتلة الديمقراطية التي ينضوي تحتها القسم الآخر للمجلس بقيادة السيد الناصر، وهم الآن من بدأوا نهج العودة إلى التصعيد والاعتصام إلى آخره خلال اليوم، يوم السبت هذا اليوم يعني تأكيد. نعم أما المجلس الأعلى بقيادة العمدة إبراهيم أدروب، نحن نعتقد بأن هذه الفكرة تحتاج إلى قرارات حاسمة. أكدنا مرارا وتكرارا نحن كهيئة قيادية بأننا لسنا جزءا من أي تحالف بما فيها القدرة الديمقراطية أو المجلس المركزي، وننتظر ما ستفضي له الأيام. ولكن ما نظل نؤكده للإخوة في الكتلة الديمقراطية وقادة الاتفاق الإطاري، هناك مسؤولية تاريخية تقع على عاتقهم الآن بتقديم مشروع واضح المعالم لمعالجة كافة الإشكاليات. لا يمكن للأخ صديق ومجموعة الاتفاق الإيطالي تتحدث عن تبني حل المشكلة السودانية وفي نفس الوقت تتقافل هذه المشكلة الرئيسية قضية شرق السودان التي كانت سببا رئيسيا في إغلاق تجاوز 48 يوما. نسألهم بشكل واضح، نعم ماذا أعددتم وبماذا طرحتم في قضية شرق السودان؟ لماذا لا يعني لا تكون هناك خطوات عملية جادة بما في ذلك إلقاء هذا المسار الذي تسبب في إسقاط الحكومة السابقة وإعلان منبر تفاوضي حتى يجد أهل شرق السودان يعني على طاولة مباشرة تفاوض مع الحكومة لانتزاع حقوقهم؟ حقيقة نحن لسنا جزءا من هذا التكتل، ولا نريد ان نكون جزءا من اي تحالفات حفاظا على شكرا لك، خصوصيه القضيه، وصلت بينما في نفس فكرتك، الوقت نتساءل نعم
يخبر في الاتفاق الإطاري، ماذا عادتم نعم، وما هي وصلت هويتكم فكرتك من إن بورت كنتم سودان تفكرون عبد بنسخة الله العقلية أبشار السابقة مقرر فستظل المجلس قضية الأعلى. شعب نعم، السودان هي السبب الرئيسي للإقامة لنظرات الثانية. البيجا والعموديات المستقلة. عذرا على ضيق الوقت، وكان معنا من الخرطوم صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة القومي والناطق باسم المجلس المركزي للقوى الحرية والتغيير.